السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلاي. سعدت لكم بحلقة جديدة من لعبة ريد ديد ريدمبشن 2. في مقطع اليوم سنتابع التختيم، ومع الأسف عندي لكم معلومات حزينة جدا. هذه هي الحلقة ما قبل الأخيرة من لعبة ريد ديد ريدمبشن 2. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتجه عند مايكا بيل وسنقوم بتدميره. فضلا منكم ليس أمرا مني، ادعمونا بالضغط على زر لايك لهذا المقطع لكي يظهر لأكبر عدد من الأشخاص. صراحة مسيرة التختيم كانت طويلة جدا، وأكيد لكل بداية نهاية، ولقد اقتربنا من إنهاء التختيم. لا تقلقوا، لن أتوقف عن لعب لعبة Red Dead Redemption بعد إنهاء التختيم، بل سنستمر إن شاء الله في اكتشاف الأسرار والخفايا الموجودة في اللعبة، وكذلك سنعمل تلك المهام الخاصة بالغرباء، لأن هناك العديد والعديد من الأسرار الخفية في تلك المهام. وهيا سنتحدث الآن مع أبيجيل لكي نتابع المهام. شاهدوا معي، أبيجيل تتعارك مع العم. من الممكن أن أزعجها كثيرا، لا شغل لا مشغلة، لا يساعدنا في هذه المزرعة. أحسنت يا أبيجيل، هي دميري. دائما يحاول إخراج نفسه بمرض اللومبيجو. مرض اللومبيجو فإنه هو مرض الظهر على ما أعتقد. بالرغم من هذا فإن العم شخص جيد جدا، لقد ساعدنا كثيرا. من هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا؟ أحضروا لنا الأمتعة. واو، ذلك الشخص أنا أتذكره، ابن مستر جيديز. كيف حالكم يا أصدقائي؟ واو، أحضروا لنا الأمتعة. فهمت، زوجة مستر جيديس اكتشفت بأن عندهم هذه الأمتعة لا يحتاجونها، فقررت إرسالها لنا. شكرا لك يا صديقي، وهذه هدية لأننا ساعدناهم ودمرنا تلك العصابات. واو، أعطونا أتات غالي جدا مجانا. شاهدوا الكراسي، البراميل كذلك، شكرا لكم. تلك البراميل ستنفعنا كثيرا، نملأها بالماء إذا كنا نريد مثلا الاستحمام. لست متأكد هل في إمكاننا الاستحمام في المنزل. صراحة فضلت لو كان في إمكاننا الاستحمام في المنزل. وما كان دخول تلك الفتاة فإن زوجتكم أبيجيل هي التي ستدخل وستساعدكم في الاستحمام. إن شاء الله سنجرب هذا الأمر. ومن هو الشخص الذي سيدخل تلك الأمتعة؟ هي الأمتعة لقد وضعوها هناك تشارلز مسكين، لأننا نحن سنأخذ الواجن وسنتجه نحو المدينة. هيا أبيجيل، علينا الذهاب. أوه، سيساعدها، جميل. تعالي يا أبيجيل، شاهدوا معي أبيجيل. واو، في هذا المقطع ستكون هناك العديد من اللقطات الرومانسية صراحة. وهيا لكي نتجه نحو بلاك واتر. المهم، سألتنا أبيجيل ماذا سنفعل في المدينة، هل تريد شراء مزيد من الأشياء الخاصة بالمزرعة؟ فأجابها جون مارسن، لا مشكل، سأشتريها من الكتالوج. الآن هيا لكي نستمتع بوقتنا، يعني أننا سنتجه وسنستمتع بوقتنا، لن نشتري أي شيء. لكن لماذا أخذنا الواجن أصلا؟ كان علينا أخذ الحصان فقط، على الأقل الحصان فإنه سريع. أم أننا سنستعمل الواجن في إحضار الأسلحة بعدما نقوم بالاستمتاع بوقتنا؟ كل شيء ممكن صراحة، لهذا السبب أخذنا الواجن. جيد، وها نحن وصلنا للمكان. جيد 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 جي. علينا التوقف هنا يا حبيبي. هل سندخل لهذا الريستورانت لكي نستمتع بوقتنا ونأكل القليل من الطعام الطازج؟ قالت لي لماذا أصبحت رومانسي كثيرا، وساعدها كذلك في النزول. لقد تغير جون مارسن في هذه اللحظات، ماذا يريد؟ قلوا لي أصدقائي، اكتشفتم ماذا يريد في الردود؟ ستذهب للمحل، من الممكن أنها تريد شراء بعض من الأشياء. شاهدوا تلك الآنسة مرت، فأنزلت جون مارسن رأسها، غض بصرها. ها هي صورة آرشر مورغان وحبيبته والخاتم. ذلك الخاتم لقد أعادته لنا ميري إذا تذكرتم. لمن شاهد التختيم فإن سيعرف هذه الأمور، لكن لمن لم يشاهد التختيم لقد فاتك الكثير يا حبيبي. ذلك الخاتم أرسلته لنا ميري بعدما تفارقت مع أرشر مورغان في النهاية، لأن أرشر مورغان لا يريد التغيير ويريد الاستمرار مع داتش فاندرلان. وبعدما أعطينا الحقيبة لجون مارسن فإن تلك الحقيبة كانت فيها تلك الصورة وذلك الخاتم. وها نحن لاجئين الآن لمكان التصوير لكي نأخذ صورة تذكارية. ماذا يفعل ذلك الشخص هناك؟ هل يقوم بإصلاح تلك الكاميرا؟ هيا نريد أن نأخذ صورة. هيا أسرع 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 يا صديقي المصور. ها هي الخلفية، جيد. واو، تلك الخلفية جميلة جدا، الشلالات والأنهار أعجبتني صراحة. لكن هل عندكم خلفيات أخرى؟ المهم هذه الخلفية خاصة بالأنهار. هيا لكي ننزل، شاهدوا معي. واو، التكنولوجيا يا حبيبي، تغيرت الخلفية الآن. أوه، هذه الخلفية جميلة جدا وفيها البركان. قلت لكم يا أصدقائي إذا تذكرتم في ذلك المقطع بأننا ذهبنا لمنطقة بركانية، وبالفعل عندنا صورة فيها البركان.
يعني أن المنطقة البركانية موجودة في لعبة Red Dead Redemption 2. هذه الصورة تؤكد ذلك. هذه الصورة مخيفة جدا. ذلك القصر هناك الخاص بالأشباح. هيا لكي ننزل يا حبيبي. شاهد هذه. هذه تشبه مزرعتنا. تشبه مزرعة جون مارستون. لازالت هناك صورة أخرى. هيا لكي نشاهدها. هذه الصورة كأننا وسط من مقهى خاص بالخمر. لم تعجبني كثيرا. سأصعد الصورة التي فضلتها. تلك الخاصة بالشلال والأنهار. أو هذه. هذه الخاصة بالمزرعة. أدهشتني كثيرا صراحة. الألوان فيها منسجمة. سأختارها. كونفيرم يا حبيبي. جميل جدا. شاهدوا تلك الكاميرات القديمة. مضحكة. الآن تخيلوا معي عندنا كاميرات متطورة كثيرا وصغيرة في الحجم. في إمكانكم وضعها فقط في جيبكم وبصحتكم وراحتكم التصوير. الآن علينا اختيار البوز. فهمت. عدد البوزات صراحة فإنها كثير. هنا البوز الخاصة بالجلوس. شاهدوا معي. كيف ستظهر هكذا ستظهر. جيدة كذلك لا بأس بها. لكن بما أن هذه اللحظة لحظة رومانسية سنحاول إن شاء الله اختيار بوز تكون رومانسية كذلك. تلك لم تعجبني كذلك تلك لم تعجبني لأن الأنثى يجب عليها أن تجلس وإذا كان شخص ما سيقف فإنه هو الذكر. هذه كذلك جيدة لكنها لم تعجبني كثيرا. هذه هذه رومانسية يا حبيبي. شاهدوا معي. هذه الصورة رومانسية. انتظروا أولا سنشاهد باقي الصور. هذه كذلك جميلة. شاهدوا الرجل وزوجته. وهذه لا لم تعجبني كثيرا. وهنا سنزل يعني سنعود لتلك الصور الأولى. تقريبا جميع البوزات اكتشفناها الآن. سنختار خيارين يا إما هذه يا إما هذه. هذه أعجبتني كثيرا. شاهد الرومانسية. شاهد حسنا شيك فوتو يا حبيبي. هيا ممتاز. يا سلام عليك. أخذنا الصورة. أعجبتني هذه الصورة كثيرا. فيها شيء من الرومانسية. سيعد لنا الصورة الآن وبعدها سيعود. لماذا تضحك علي؟ شاهدوا تستهزئ مني. قالت لك غانسلينجر. يعني أنت حامل للأسلحة خارج على القوانين وفي الأخير جئت لكي تأخذ صورة معي. أصبحت كالدبدوب المهذب. هاي الصورة جاءت. جميل جدا. هيا شاهدوا. واو اندهشوا كثيرا. أعجبتهم الصورة. أبيجيل فرحت. شيء خذ $5 يا صديقي. وشكرا لك. أبيجيل تستهزئ مني. قالت لا أكيد سيعود عندك جون ماستن لكي يأخذ صورة أخرى لأن استمتع كثيرا بوقته. دفعنا $5. أصبحت عندي الآن $209 فقط. إلى أين سنذهب الآن يا أبيجيل؟ سنأتي الآن للتياتر. جيد سنأخذها للتياتر يا حبيبي لكي تستمتع كذلك بوقتها. تعالي يا أبيجيل ادخلي. لماذا بقيت هناك؟ فتحنا لها الباب. جون مارسون أصبح رومانسيا الآن. السلام عليكم يا صديقي. أعطيني 2 من التيكت أرجوك. سنتفرج في سويت هارت. صراحة لم يسبق لي أن دخلت لهذا المسرح في لعبة Red Dead Redemption. دخلنا للسينما إذا تذكرتم مع شخصية آرثر مورغان. بالنسبة للمسرح الأفلام التي تظهر فيه فإنها مختلفة شيئا ما على السينما. بالنسبة للمسرح يظهر فيه ناس حقيقيون والسينما تشاهدون فقط تلفاز كما تلاحظون. حسنا شاهدوا. put an arm on Abigail. شاهدوا ما الذي سأفعله الآن. وضعت يدي فوق من كتف أبيجيل. لاحظتم رومانسية يا حبيبي رومانسية. والآن هي لكي نتابع المشاهدة. رسم لها الورود. ضربت الورود. رسم لها قلب. رسم لها الشوكولاتة. أكلت الشوكولاتة. أعجبتها الشوكولاتة كثيرا. والآن قالت لا اعطيني. أعطاها القلم. رسمت حقيبة. أخذت مسدس. مشكل. أعطاها القلم ورسمت حقيبة وأخذت المسدس. سرقت منها المال. عجيب جدا سرقت منها الساعات. هذه الأنسة خطيرة جدا مجرمة تشبه كيرن. سددت عليه مات. سددت على المصور ومات. أخذت الحقيبة وهربت.
وانتهى. اوه هذا صراحة فيلم رائع جدا. ذلك الرسام محترف، قصة جميلة تتحدث على الغانسلينجر وهم الخارجون على القوانين مثل جون مارسن، آرثر، داتش فاندرلاند كذلك. والآن علينا الذهاب هناك بالقرب من النار. الرومانسية حبيبي مع حبيبتنا أبيغيل. بدأت كاتسين، سنتجه أوتوماتيكيا نحو النار. سنركب في القارب يا حبيبي. اقترب غروب الشمس الآن، سنأخذها في رحلة رومانسية في هذا القارب. رغم أننا سرقنا هذا القارب، لا تقلقي سنعيده لمكانه. أنا متأكد بأن صاحب القارب أصلا لن يحتاج لهذا القارب، لأن الصيد يكون في الصباح وليس في المساء. شيدو شيدو، واو منظر رائع جدا صراحة مع الغروب. الآن سأسأل أبيغيل. بروبوز. سيطلب يا أصدقاء جون مارستن من أبيغيل الزواج على سنة الله ورسوله. شيدو شيدو، لهذا السبب أصبحنا رومانسيين. لقطة مميزة جدا الآن. Will you marry me? Get up, I am married to you. Wow. قالت لها إناد أنا زوجتك أصلا، لكن أجابها proper manner يعني بالقانون. سيتزوجها الآن قانونيا وليس بالكلام فقط. I got this ring. I've had it for a long time. واو، أعطاه خاتم الزواج الذي كان آرثر مورغان يريد إعطاءه لميري. يا سلام. شيدو شيدو، بالرغم من أننا عشنا مع عصابة داتش فاندرلاند، بالرغم من أننا عشنا الهروب، الآن سنستقر وسنتزوج. واو جانا. تأثرت كثيرا أبيغيل. واو لقطة رهيبة جدا صراحة. قال لا، إذا اعتقدت بأنني مغفل فلا يهم الأمر. وفي الأخير قبلت الحياة. أبيغيل قبلت الزواج من جون مارستن. نحن عدنا للمنزل ونمنا. أبيغيل نائمة وسعيدة. أنا متأكد بأنها ستكون سعيدة جدا، لأنها ستتزوج الآن قانونيا يا حبيبي. هيا لكي نستيقظ، حان وقت العمل. عندنا مزرعة كبيرة جدا، علينا الاعتناء بالأبقار والأحصنة، كذلك عندنا الدجاج. وها هو شروق الشمس الآن في مزرعة جون مارستن. واو لقطة جميلة جدا. جون مارستن سعيد جدا لأنه طلب الزواج من أبيغيل. لحظات رومانسية جميلة لا تتكرر، أنا متأكد بأنها لن تتكرر. وأنا سعيد جدا لتسجيل هذا المقطع لكم ونشره معكم والاستمتاع معا ومشاركة هذه التجارب مع الشباب الأوفياء. تحياتي لكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله سننتقم لصديقنا آرثر مورغان من مايكا بيل. شروق رائع جدا للشمس. لكن سأودعكم، أتمنى أن المقطع الخاص باليوم أعجبكم. إذا أعجبكم فلا تنسوا دعمونا بالضغط على زر لايك ونشره مع أصدقائكم. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.